الساعة الثالثة من ليلة الخميس الكبير بيتقال لحن أفيتشي نون، كلمات المزمور لسانه ألين من الدهن وهو نصال، يعني كلامه ناعم ولكنه فيه حروب أو زي سهم. يعني المزمور بيتكلم عن يهوذا، لأن في الساعة الثالثة يهوذا هيروح يتآمر على ربنا يسوع أن هو يسلمه. اللحن زي لحن صليناط ثلاث الصبح بكسرونوس، نفس الهزات بالظبط لكن مع اختلاف الكلام. برضو بنشوف في اللحن النغمات الحزيني على البشرية اللي بتسلم ربنا يسوع أو تتآمر عليه، وفي نفس الوقت بنشوف نغمات الفرح اللي رغم ان في تسليم الا ان الالام اللي هيجوز فيها ربنا يسوع هتسبب لنا الخلاص. عشان كده احنا بنقول نغمات حزيني ونغمات فرايح.
آه.